السلام عليكم مازول في الاول. بونسوار تو المون. نشكر الشعب المغاربي اللي سدنا في هذا النهائي اللي كان صعب بالنسبه للجزائر مع الفريق السنغالي الشرس اللي كان وقف الند الفريق الجزائري. يعني الفريق الجزائري تلقى صعوبه كبيره، ولكن رغم هذه الصعوبه الفريق تمكن من الفوز والفوز ويهدي واهداء هذه الكاس الغاليه الافريقيه للشعب الجزائري والشعب المغربي بصفه عامه. بالنسبه للشعار خاوة بين المغرب والجزائر، صح خاوة او هي مباراة في كرة القدم اللي بين كلش باللي هناك صلة تقارب وحب بين الشعب المغربي والجزائري، وإن شاء الله في المستقبل القريب تكون هذه العلاقة وطيدة نهائيا ان شاء الله يا ربي. مالغري السياسه بين بلدين بلك شويه راها وجه اخر، ان شاء الله تحسن السياسه وتكون الوجه كما يتمناه الشعبين، ولكن الشعب خوا الشعب المغربي والجزائري خوا. شكرا. بون داكور دابور زول فلاول، الحمد لله يا ربي دينا لاكوب، هذا بفضل اللاعبين اللي لعبوا، يعني لعبوا لعب بزاف زوين، مي الحمد لله ليسونسيال كو دينا لاكوب وهذا هو الصح. بون سي سياسي اون سون فو دو لوي، ليسونسيال كو الحمد لله. بون تفرجنا الماتش مع هنا في الماروك اتيزنيت، تفرجنا مع اخواننا المغاربه ونعطيهم الصحه باسكو ساندونا بزاف وشجعونا، والسياسه وساسا اون سون فو يعني، والحمد لله يا ربي. هذا الفوز ماشي غير لينا، مام لاخواننا المغاربه. اولا الحمد لله نهنئ الشعب الجزائري والشعب المغربي بالكاس الذي يوحد الشعب كشعب واحد، والهنيء الخاص والخالص للفريق الوطني. الحمد لله حسيت كما راني في الجزائر، ما نفس الشعب نفس ال، ونشكر الشعب المغربي على الضيافة الشريفة.